Door de post van Grisha en Kerber, meneer Hedo. Ik heb het zoek van de post van Grisha. Ik zoek aan de EG weer salvo pre-absorption. Oké? Taban, de idee van de salarie-absorption is aan het werk, niet zeker. Maar ik zoek aan de EG weer salvo excretion. En de EG is de periode. Het feit is weer een filter dat loopt de glucose, waar de excretion rate. Dat is mijn filter below. De excretion rate, en dan ga ik het volume in de jaren beginnen, en de tarkees glucose fi at de een. Het hagen van de tarkees beheert de kermijen. Oké? Die waren de kermijen die ik zal laten excretion, maar zeg haar, en de kermijen die ik zal laten excretion bij is haar, het feit ben in de zin die dienen in de kermijen die ik zal laten reactoren. En net zin, de kermijen die ik zal laten excretion, against the concentration. كل ما بيزيد الكمية اللي بيحصل لها بيزيد البلد جلوكوز ليفل الكمية اللي بيحصل لها فلتريشن بتزيد. بمعنى ان البلد جلوكوز ليفل 100 قلنا الكمية اللي بيحصل لها فلتريشن 125. طيب لو البلد جلوكوز بقى 200 يبقى الكمية اللي بيحصل لها فلتريشن 125 في 200 على 100 بتساوي 250 ملي جرام اند سو اون. يبقى كل ما يزيد البلد جلوكوز ليفل كل الكميه اللي بيحصل لها فلتريشن ايه؟ ما بتزيد. ريبريزنتد باي ذيس بلاك لاين. اب تو 200 ملي جرام جلوكوز ان ذا بلد ذا يورين از فري اوف جلوكوز. مفيش جلوكوز في اليورين. Which means that all the filtered glucose is reabsorbed. يبقى اذا عند نقطه ال 200 ملي جرام دي كل الجلوكوز اللي بيحصل له فلتريشن بيحصل له ري ابزوربشن. اللاين هنا الاثنين رانينج توجذر اول ذا فلتر الجلوكوز از ري ابزوربد. بعد ال 200 ملي جرام نبص نلاقي الجلوكوز يبتدي يظهر فين؟ في اليورين. الجلوكوز يبتدي يظهر في اليورين ده معناها ان الريابسوربشن قل. يبقى اللاين بتاع الريابسوربشن مش هيمشي مع الكميه بتاع الفلتريشن. يبتدي الكميه اللي بيحصل لها ريابسوربشن يديت عن الكميه اللي بيحصل لها ايه؟ فلتريشن. هنا يبتدي يظهر الجلوكوز في اليورين بعد 200 ملي جرام. الجلوكوز يبتدي يظهر في اليورين. جرادوال. الخط الازرق ده عباره عن الاكسكريشن ريت. الاحمر عباره عن الريابسوربشن ريت. الاسود عباره عن الفلتريشن ريت او الفلتريشن لود. فلتر لود. اوكي؟ بعد ما بوصل الى الريابسوربشن هنا بقيمه معينه ابص الاقي الكميه اللي بيحصل لها الريابسوربشن بتبقى كونستانت. which means that ان احنا وصلنا لاقصى كميه ممكن يحصل لها عمليه ري ابسوربشن. بعد كده كل ما يزيد البلد جلوكوز ليفل الكميه اللي بتحصل لها اكسكريشن هتزيد لينيرلي. بمعنى ايه؟ ان الخط اللي بيمثل الكميه اللي بتحصل لها اكسكريشن هتبقى لينير بهذا الشكل. يبقى اذا انا عندي ده عباره عن اكسكريشن ري ابسوربشن ان فلتر دلوقتي. يبقى الكميه اللي بيحصل لها الابسوربشن عند ال 200 ملي جرام تبتدي تقل عن الكميه اللي بيحصل لها ايه؟ فلتريشن. لغايه ما بوصل الى اقصى كميه بيحصل لها الابسوربشن اللي هي لو جبتها من هنا دي عباره عن الريت بتاعت الابسوربشن الابسوربشن ريت هلاقيها اصبحت هنا ماكسيمم. لو انا مركزت حطيتها كده
نجينا على النقطة دي إن هي تمثل حوالي 375 ملي جرام بير مينيت، اللي إحنا سميناها إيه؟ تيوبيلر ماكسيمم فور جلوكوز. لما يبتدي الكيرف بتاع الري أبزوربشن يقل عن الريت بتاع الري أبزوربشن، تقل عن الريت بتاع الفلتريشن، لغاية ما بوصل للماكسيمم الجزء دوت من الكيرف بنسميه سبليت. الجزء ده كله على بعض كده بنسميه سبليت. الحته من اول هنا انا عندي الميتين، الميتين دي عباره عن ايه؟ سميناها رينر ثريشولد. سميناها ايه؟ رينر ثريشولد. طيب انا هسال سؤال، بما ان التيوبر ماكسيموم 375 ملي جرام، 375 ملي جرام بير مينت، والجي اف ار قد ايه؟ 125. لو قسمت 375 على 125 كان المفروض تطلع 300 ملي جرام، يعني رينر ثريشولد يكون عندي 300، لكن اكشوالي رينر ثريشولد كام؟ 200. السبلي دوت اللي هو عباره عن الجزء من الري ابسوربتيف كيرف، خدوا بالكم الجزء من الري ابسوربتيف كيرف وليس التريش، الجزء اللي هو الاحمر ده between appearance of glucose in urine and renal threshold and reaching the tubular maximum is named the spleen. اسمه ايه؟ spleen. معايا يا جماعه؟ اسمه ايه؟ spleen. السبلي ده معناها ان الجلوكوز مش كله بيحصل له ري ابزوربشن، في جزء بيحصل له ايه؟ اكسكريشن. طيب ايه سبب السبلي دوت؟ السبلي اللي هو بين رينر تريشر until we reach the tubular maximum is not due to homogeneity of the all nephrons but due to heterogeneity of the nephrons. Not all the nephrons have the same tubular maximum. 375 بتمثل الافريج بتاع ال different nephrons، تمثل ايه؟ المتوسط بتاع الملايين من النيفرونز اللي موجوده في الكوكيز. عند 200 ملي جرام بعض النيفرونز خلاص وصلت الى التيوبر ماكسيمم بتاعي، فيبتدي الجلوكوز يظهر بكميات صغيره، يزيد البلاد جلوكوز، مور اوف ذا نيفرونز بيكم ساتيوريتد. بما انه الجلوكوز سكند رياكتيف ترانسبورت فسبب الماكسيمم تيوبر ماكسيمم ان حصل ساتوريشن للترانسبورت سيستم زي ما قلنا. فعند 200 بعض النيفرونز تبتدي توصل للتيوبر ماكسيمم بتاعتها. كل ما يزيد البلاد جلوكوز يبتدي مور اوف ذا نيفرونز توصل للماكسيمم. عند القيمه ديت اللي هي تقريبا 300 ملي جرام كل النيفرونز وصلت للتيوبر ماكسيمم بتاعتها. يبقى سبب ان الثريشولد الحقيقي 200 ملي جرام، لكن في الحساب كان المفروض يطلع الثريشولد 300 ملي جرام. طب عرفنا ازاي 300 ملي جرام؟ 375 على الكونسنتريشن، 375 على قاسم على الجي اف ار يطلع لي الكونسنتريشن، كان المفروض يظهر عنده الجلوكوز يطلع 305 يطلع 300 ملي جرام، لكن الاكشوال ثريشولد 200 بس. ده معناه ايه؟ معناها ان في بعض النيفرونز الماكسيمم بتاعها مش 375. معايا؟ عند 200 بعض النيفرونز تبقى ليك للجلوكوز، مش كل الجلوكوز تحصل له ريابتوكشن. With increase in blood glucose level، لما يزيد البلاد جلوكوز ليفل، more of the nephrons become saturated. Transport system become saturated. عند 300 ملي جرام بير ديسيليتر كل النيفرونز وصلت للماكسيمم بتاعها. اللي عندها كمية الجلوكوز اللي يحصل لها فلتريشن 375. طب عرفتها ازاي؟ 125 في 300 على 100 تطلع 375. الماكسيمال اماونت ده اف ايه؟ ري ابزوربد، اقصى كميه يحصل لها ري ابزوربد. يبقى اذا بالنسبه لي دوت السبب بتاعه از هيتيروجينيتي اوف ذا نيفرون. هيتيروجينيتي اوف ذا نيفرون. بمعنى not all the nephrons have the same
تيبلر ماكسيمم. ده معنى الفيديو كده، مش كل النيفرونز ليها تيبلر ماكسيمم، كل مجموعه من النيفرونز ليها ماكسيمم، بعضهم عند 200 بعضهم عند 300. ها لما بنوصل 300 كل النيفرونز توصلت الى الماكسيمم ريابزوربد كاباسيتي بتاعتها. يبقى ده سبب الاسبرين. الكيف ده ممكن يجي لك في الامتحان اللي هي الاسئله اللي هتبقى عليها يعني دايجرام عليها يجيلك الكيرف ده يقول لك احسب لي تيبلر ماكسيمم. ايه تيبلر ماكسيمم؟ انا هاخد الكيرف ده فين الماكسيمم هنا وصل هنا السيتويشن الجزء ده، بقى هنظبط الكيرف احط المسطره بتاعتي على الكيرف كده واشوف هنا. انا اديك ارقام هنا، اديك ارقام هتشوف اللاين دوت هيجي عند انهي نقطه هنا. يبقى ده تيبلر ماكسيمم. سهل يا جماعه؟ يبقى ده تيبلر ايه؟ ماكسيمم. يبقى طيب فين النقطة اللي بتمثل الريلا فاشل؟ اللي هي زي مثلا نقطة بي، انا هديك مثلا نقطة بي معايا؟ يبقى النقطة دي تمثل اللي هي الريلا فاشل كونكلوكوز. طيب السبرين الجزء اللي مثلا بسميه سي دي، سي دي انا بقى يمثل ايه؟ السبرين سببه ايه؟ بيتيروجينيتي اوف ذا الكيرف ده بيمثل لي دراسه للاكتف ترانسبورت سيستم او السكندري اكتف ترانسبورت اللي فيه وات از كول تيبيولار ماكسيمم. تيبيولار ايه؟ ماكسيمم. اللاين دوت ما جاش كده، ما حصلش ان هو وصل للماكسيمم وبعدين ده فيه زياده في الري ابسوربشن مع زياده البلاد جلوكوز ومع زياده الفلتر. ليه؟ مش كل النيفرونز ليها كلهم كان ليهم تيبلر ماكسيمم، كان عندي 200 كلهم وصلوا الى الايه؟ الساتوريشن. الجزء ده بيمثل لي زياده في الري ابزوربشن مع زياده الجلوكوز كونسنتريشن بسبب بسبب ايه؟ الهيتيروجينيتي اوف ذا ريفرنس، which means that not all the ريفرنس هاف ذا سيم تيبلر ماكسيمم. اوكي؟ ساعات بيجي سؤال جلوكوز ابزوربشن، لو الجلوكوز ريابسوربشن بس هتكون مكانه فين؟ والميكانيزم ايه؟ توصفه؟ معايا؟ ساعات يقول لك ايه كوزس اوف جلوكوزوريا مثلا. جلوكوزوريا ايه اللي يحصل جلوكوزوريا؟ نورمالي بلاد جلوكوز ليفل، بلاد جلوكوز ليفل نورمال، نو جلوكوز ولا اكتيري كيور. اول ذا فلتر جلوكوز از ري ابزوربد. معايا؟ امتى يحصل جلوكوز؟ يبقى جلوكوزوريا معناها ابيرنس اوف جلوكوز في نيورا. امتى يحصل؟ لو ان البلاد جلوكوز ليفل اكسيد الرينال فريش، البلاد جلوكوز ليفل زاد عن الرينال فريش لو 200 ملي جرام بير ديسي ليتر ارتيا بلاد، 180 ملي جرام فينس بلاد. اوكي؟ يحصل امتى الكلام ده؟ بيحصل في الدايابيتس ميليتس انكنترولد دايابيتس. يبقى بيحصل في الانكنترولد دايابيتس وين ذا بلاد جلوكوز ليفل اكسيد ذا رينال فريش. ممكن ده يكون في الفاستنج، ممكن يكون افتر ميلز بوست، بنسميه بوست برانديال يعني بعد الاكل. معايا؟ يبقى ده اول سبب الدايابيتس الجلوكوز. السبب الثاني ان البلاد جلوكوز ليفل نورمال فاليو والجلوكوز ابيرز ان يورا. اوكي؟ يبقى المشكله في الترانسبورت سيستم، المشكله في الترانسبورترز. ده بنسميه رينال جلوكوزوريا. رينال جلوكوزوريا. رينال جلوكوزوريا means appearance of blood glucose level at normal blood glucose concentration due to defect or abnormality in the transporters. Transporters قليلة في العالم، الأفينيتي بتاعتها للجلوكوز قليلة، يعني في defect. The defect in the transport system produces renal glucosuria. Renal glucosuria ممكن تكون congenital. بلاد جلوكوز 50 ملي جرام والعيان عنده جلوكوزوريا. يبقى مش كل جلوكوزوريا دايابيتس. مش كل جلوكوزوريا تبقى دايابيتس. دايابيتس. ممكن تكون رينال ايه؟ جلوكوزوريا. لا الجلوكوز ظاهر عند بلاد جلوكوز 50 60 100 ملي جرام which is abnormal. رايت؟ يبقى ده ايه؟ رينال جلوكوزوريا. ممكن يكون السبب بتاع الجلوكوزوريا مع البريجنسي. With pregnancy بتحصل تشينجز في الكيدني بتقلل الري ابزوربتيف كاباسيتي بتاعت
geeft niet de glucose natuurlijk het effect dat aan de mond zit van goede maatregels. In de reabsorptive capacity daar geeft het niet het effect in de number of the receptors of de transporters in de goede, maar natuurlijk het effect dat aan niet in de hormoons in de ziekmaatregels, zijn je progesteron of zijn je placenta hormoons in de lichaam is maar. Je bent een aspect dat je hem in de zo en die passagen doen we daarin. Ja, nee, het is niet meer tien, maar ik denk dat ook staat in de soort van. Obligatory يعني هيحصل without any
hormonal control without or regardless of the water balance. بمعنى ايه؟ لو انت واخد ميه كتير، شارب ميه كتير، او جسمك فيه ميه كتير، او ميه قليله، هيحصل ابسوربشن لحوالي 80% من الوتر، او 87% من الوتر اللي هيحصل له. ده بنسميه اوبليجاتوري ووتر ري ابسوربشن. اوبليجاتوري يعني هيحصل غصب عن اي حد. اوكي؟ انكنترولد باي هرمون. الكلام ده بيحصل فين؟ في البروكسيمال كنترول. حوالي 65% من الووتر بيحصل له ابسوربشن في بروكسيمال فولوينج صوديوم او صوديوم كلورايد والصوديوم والجلوكوز والصوديوم والبيكربونات، يعني due to osmotic gradient. بمعنى ايه؟ ان الري ابسوربشن بتاع الصوديوم والاناينز اللي موجوده معاه بتخلي الكونسنتريشن هنا يزيد، فده اسمه اوزموتيك جريدينت. الميه بتيجي يحصل لها اوزموزس، تطلع الميه بالاوزموزس. الميه بيحصل لها ابسوربشن في كل اجزاء النفرون باي اوزموزس. مفيش حاجه اسمها اكتف ترانسبورت اوزموزس، نتيجه اوزموتيك جريدينت. الاوزموتيك جريدينت از سيت اب باي سوليوت ري ابسوربشن. بمعنى ايه؟ ان الري ابسوربشن بتاع السوليوتس ديت هيسبب الكونسنتريشن هنا يزيد بره، فالميه بتبتدي تطلع من البروكسيمال. الميه بتطلع من البروكسيمال كونتريشن عن طريق شانلز اسمها اكوا بورين شانلز تايب 1. اكوا بورين شانلز، في عندي هنا شانلز موجوده في البروكسيمال كونتريشن بيطلع من خلال الميه باي اوزموزس، يسمى اكوا بورين تايب 1. ودي موجوده ومفتوحه على طول، مش محتاجه اللي بتاعها ولا محتاجة انسيرشن، يعني هي جاهزة. السوليوتس تطلع، المية تطلع معاها. والمية هنا بتطلع عن طريق يا إما ترانس سيلولار عن طريق الأكوا بورين شانلز، أو بارا سيلولار عن طريق إيه؟ تايم جانكشنز. يبقى ترانس سيلولار إذا محتاجة الأكوا بورين شانلز، أو أور إنتر سيلولار، ها؟ بارا سيلولار يعني through the tight junctions. ده الوتر ابسوربشن. In the descending end of the loop, this segment is thin and it is permeable to water, but impermeable to solids, to sodium chloride. فاحنا نازلين هنا بيطلع الميه من هنا، فنقول ايه اللي يخرج الميه؟ الاوزمولاريتي هنا بتكون وصلت زيها زي الدم 300 مللي اوزمول بري. كانت دخلي هنا 300 مللي اوزمول. ليه؟ لان حصل ايكوال ابسوربشن للسوليدز والووتر الاثنين قد بعض. فالاوزمولاريتي في نهايه البروكسيمال تبيول مالها؟ نسميها ايه؟ ايزوزمول. فيري جود، ايزوزمول. طيب واحنا نازلين هنا الميه بتطلع من السنجل. ليه؟ لان الاوزمولاريتي خصوصا في المظله تتزايد تدريجيا. يعني انا لو خدت سك يعني مقطع كده حطيت باوند هنا للكورتكس فوق والمظله تحت، الاوزمولاريتي بتاعت المظله عماله تتزايد. ونعرف ليه؟ تتزايد من 300 توصل الى 600 الى 800 ملي اوزمول بير لتر الى 1200 ملي اوزمول بير لتر. فانا قلت لك الميه بيحصل لها اوزموزس اذا كان الممبرين ايه؟ بيرمبل. الممبرين بتاع الستاتيك لاند از بيرمبل تو ووتر. الممبرين ده بيرمبل تو ووتر. اوكي؟ وبيقال ان برضه في اكوا بورين شانلز اللي هي تايب 1 مفتوحه، فالميه بتطلع بدون اي هرمون. الميه اللي بتطلع هنا 15% من الميه اللي بيحصل لها ري ابسوربشن. لو حصل هنا ري ابسوربشن ل 65، هنا ري ابسوربشن لمين؟ ل 15% اللي هيصلوها في البريش. اوكي يبقى كده مجموعهم كام؟ ها؟ 80%. الاسندنج ليف سواء كان ثين اور ثيك از امبيرمبل تو ووتر. يبقى اذا الجزء دوت اللي انا طالع بيه امبيرمبل تو ووتر. اخش هنا ده ثيك بارت امبيرمبل تو ووتر. الايرلي بارت اوف ذا ديستنت تيول از امبيرمبل تو ووتر.
الجزء اللي انا رسمته بالازرق دوت از ان بيرمبل تو ووتر، اللي هو كل الفيل السمي جرين، كل الفيل السمي جرين في ايرلي بارت اوف ذا ديستال الجزء اللي هو الايرلي بارت، كل ده ان بيرمبل. نيجي بعد كده الريد بارت اوف ذا ديستال فيبيول والكوليكتنج داكت، كورتيكال كوليكتنج داكت، الجزء الكوليكتنج داكت موجود في الكورتكس وده الجزء اللي موجود في المظله، بيحصل الابسوربشن هنا حوالي 5% برضه اوبليجاتوري، وفي الكوليكتنج داكت 2% اوبليجاتوري، كل ده اوبليجاتوري ووتر يعني اوبليجاتوري، يعني 87% من حجم ال 180 لتر اللي بترشحه هيرجع للدم اوبليجاتوري، يعني اجباريا نتيجه الري ابسوربشن بتاع السولتس، نتيجه ايه؟ فولونج ري ابسوربشن بتاع مين؟ بتاع السولتس. بروكسيمال تيبيول بيحصل ري ابسوربشن 65% للسولتس و 65% من ايه؟ من الماي. فبالتالي التيبيول اللي بيوصل هنا يبقى ايزو اوزموتيك او ايزو تونيك. الاوزموتيك هنا عماله تتزايد تدريجيا كل ما بنزل نتيجه خروج الميه. الميه بتخرج فالتركيز بتاع الاملاح هو يوصل جوه زي دوار، يبقى حصل هنا حاجه اسمها ايكوليبريم. خد بالكوا كلمه ايكوليبريم يعني ايه؟ معناها ان الكونسنتريشن انسايد يبقى زي الكونسنتريشن اوتسايد. اسمه ايه؟ ايكوليبريم. اوزموتيك ايكوليبريم. واضحه الكلمه ديت؟ يبقى الميه بتقعد تتحرك من جوه لبره لغايه ما يبقى يحصل ان جوه يبقى زي بره. واضح يا جماعه؟ دي اسمها اوزموتيك ايه؟ ايكوليبريم. وانا طالع هنا بشبع الاملاح بدون ميه انفيرمو من الموتر، وبالتالي الاوزمولاريتي بتوصل الى نهايه الاسيني جلاند بتبقى حوالي الجزء دوت، خد بالك الارقام اللي انا بقولها دي بتبقى حوالي 100 ملي اوزمول بير لتر. الجزء ده برضه الاملاح بتطلع بدون ميه، الاوزمولاريتي بتوصل ل 60 ملي اوزمول بير لتر. الاملاح بتطلع بدون توصل الميه بتخليها جوه تخفف المحلول جوه يبقى في نهايه الليل بارت اوف ذا ليست اوف فيول السمولاريتي بتبقى كام؟ 60 ملي اوزمول. كل ده اسمه ايه؟ اوبليجاتوري ووتر. النوع الثاني من الووتر ابسوربشن بيعتمد على وجود الانتي دايروتيك هرمون. مين؟ الانتي دايروتيك هرمون. الانتي دايروتيك هرمون الريسبتورز اللي تحته نلاقيها موجوده في البي سيلز، اللي موجودة في الكوليكتنج داكتس وموجودة كذلك في الديستال كونفيجن. الريسبتورز اللي بيشتغل عليها الانتي دايروتيك هرمون او باسم تاني اسمه بازو بريس طبعا انتوا عارفين اسمها في 2 ريسبتورز. في 2 ريسبتورز موجودة فين؟ في السيلز بتاعت الكوليكتنج داكت ليه بارت اوف ذا ليست اوف كونفيجن. هنا بيحصل ايه؟ هنا الووتر بالانس بيتم في الحته دي. بمعنى ايه؟ ان الجزء اللي فاضل 13% ريجوليتد اكوردنج تو ذا كونتنت اوف ووتر ان اور بودي. لو عندنا اكسس من الووتر ينزل في اليور ما يحصلش ووتر ابسوربشن، لو في دي هايدريشن او في ليس ووتر ان اور بودي يحصل ريليز للانتيدايوريتيك هرمون يزود الووتر ايه؟ ري ابسوربشن. يزود الوتر ري ابسوربشن. جزء من الاكشن بتاع الانتي دايروتيك هرمون على البي سيلز عن طريق البي 2 ريسبتورز بيتم على الديستال تيبيول هنا ليك بارت اوف ذا ديستال تيبيول وعلى الكورتيكال كولكتنج داكت وعلى الميدالري كولكتنج داكت. خد بالك الجزء ده هسميه الميدالري كولكتنج داكت. هنا الجزء ده بيحصل فيه حوالي ابسوربشن حوالي 4.7 من الميه اللي بتصدرها للجسم. هنا الجزء ده اللي بيحصل فيه كونسنتريشن. جزء في الرينال تيبيو اللي بيحصل فيه كونسنتريشن هو الميدالري كولكتنج داكت. السؤال هنا طب ليه الجزء ده خصصته بالكونسنتريشن؟
ده الجزء ده قلت ده اللي بيحصل فيه كونسنتريشن. خد بالك انا قلت يعني ايه كونسنتريشن؟ ان الاوزموراليتي اكسيد ال 300. طيب في وجود ال بي اتش بتطلع الميه من هنا، بتطلع الميه من هنا. الاوزموراليتي بره في الكورتكس هنا از اول ثرو من السوبرفيشال وبعدين الكورتكس كونستانت وتساوي 300 متر. تساوي كام؟ 300 متر مربع. يعني خد بالك انا برضه ستيل انا الجزء ده بتاع الكورتكس اول ثرو الاوزمولاريتي 300 ملي اوزمول بير متر. فالميه تطلع امتى تبطل الميه تطلع؟ لما هو يبقى زي بره، يبقى جوه 300. يبقى اقصى تركيز هنوصله في الفلود اللي موجود في الكولكتنج داكت في الكورتكس يبقى كام؟ 300. يعني الميه تخش لي هنا بتبدا يعني الكولكت دي هنا قلنا 60 تبتدي الميه تطلع 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 التركيز يزيد جوه. اوكي؟ مثلا يبقى 200 هنا 250 لغايه ما نوصل هنا اقصى حاجه كام؟ 300. مفيش ميه تطلع تاني. فده اسمه ايه؟ اوزموتيك ايكوليبريم. يبقى الميه بتطلع من الكورت كان الكولكتيف ده لغايه ما يحصل اوزموتيك ايكوليبريم. يبقى الاوزمولاريتي جوه كام؟ 300. يبقى الاوزمولاريتي جوه كام؟ 300 ومش هتزيد عن كده. يبقى ما حصلش كونسنتريشن. لكن بما ان المظله بره هنا الاوزمولاريتي عماله تتزايد من 350 لغايه ما توصل لكام؟ 1200 ملي اوزمول بير لتر. يبقى الجزء ده الميه تبتدي تطلع هنا تحت ده سيل الاي دي اتش. الاي دي اتش الاي دي اتش هنا اشتغل طلع لي ميه لغايه ما يحصل اوزموتيك ايكوليبريم. بمعنى ايه؟ يبقى جوه زي بره. يبقى هنا 350 400 هنا كام؟ 600 هنا 600 1200 في النهايه. يبقى الاوزمولاريتي وصلت لاقصى حاجه. يبقى زاد التركيز في المظله دي كولكتنج داكت. يبقى وات از ذا سايت اوف ووتر كونسلتيشن اوف يورين. خدوا بالكم من المعلومه دي عشان ما حدش يقول لي ايه الكورتيكال كولكتيف داكت. الكونسنتريشن بيحصل في المظله الكولكتيف داكت. زي كميه صغيره 4.7 من التوتال في جزء من الميه بيحصل له ريابسوربشن هنا تحت تاثير الانتي بايوتيك ممكن يكون 8% ممكن يكون 9% ولكنه مش كونسنتريشن. هو صحيح بيقلل لي حجم اليورين لكن الاكشن كونسنتريشن بتحصل فين؟ في الميدالري كولكتيف داكت نوت ان ذا كورتيكال كولكتيف داكت. لان الكورتيكال كولكتيف داكت محاطه بانترستيشيال. الاوزمولات بتاعته كلها متساويه. كلها ايه؟ متساويه. معايا يا جماعه؟ كل الاوزمولات في الكورتكس 300. ليه؟ في المظله الاوزمولاتي عماله تزيد هايبر اوزمولاتي. هو ده اللي بيعمل الكونسنتريشن في الوقت لان الميه تبتدي تطلع تحت تاثير الاي دي اتش. مفيش اي دي اتش مش هتطلع ميه. طيب الاي دي اتش بيعمل ايه؟ بيشتغل على بي 2 ريسبتورز. بيعمل ايه؟ بيعمل انسرشن للشانلز اسمها اكوا بورنت شانلز تايب 2. يبقى دلوقتي عندي كده ايه؟ الرساله هات اللي هي بي 7. اوكي؟ عندي الاكوا شانلز اكوا بورنت شانلز تايب 2 تحت تاثير الاي دي اتش. الاي دي اتش بيشتغل على البي 2 ريسبتورز هنا. البي 2 ريسبتورز بيشتغل فيها الانتي بيوتيك هرمون. بيشتغل ازاي الاي دي اتش؟ الميديتور بتاعه سكن الماسنجر سايلنج ان بي يزود لي الانسرشن. وخد بالك بقول ايه انسرشن يعني ايه؟ يعني ما كانوش موجودين. ما كانوش موجودين في السلم البريد لكن في البروكس ما بتكون لما اتكلمتوا هم موجودين ومفتوحين. دول ما كانوش موجودين اصلا في اللون بوردر. ده هو جابهم من جوه السيتوبلازم وخرجهم في السلم البريد. ده عمليه اكسوسيتوس. ايه؟ اكسوسيتوس. فالاكوا بورنت شانلز اللي هي تايب 2 دي ها؟ بتركب هنا يحصل بقى انسرشن واكسوسيتوسيس نتيجه تاثير ال ال اتش وعن طريق السايكل اي ان بي. فالميه تبتدي تدخل من التيبولار فلويد الى جوه السلم.
هنا لا مفيش بارا سيلولر. في البروكسيما كان ايه؟ ترانس سيلولر والبارا سيلولر. هنا ترانس سيلولر. الميه اللي دخلت هنا تبتدي تطلع من الشانلز برضه موجوده هنا اللي هي الاكبر كورن الشانلز 3 و4. دول موجودين اصلا ومفتوحين جاهزين. يعني دول بيحصلوا لهم انسيرشن. يعني ما كانوش موجودين ورجعوا. لكن دول اصلا موجودين وجاهزين العود بحيث ان الميه وانز انها دخلت تطلع. طب وده يخرجها ايه؟ الاوزمولات اللي عليها بره هنا. الاوزمولات المتزايده بره هنا. ادي الاكشن بتاع الـ ADH او الفازوبريسن اللي بيشتغل على الريسبتور اللي هي V2 ريسبتورز موجوده فين؟ في الجيزر بورتر. معايا؟ بينسرت شانلز في الابيكال مبرين ناحيه اللومينال بوردر اللي اسمها اكوا كورين شانلز ايه؟ تايب 2. انسرت بيجي لها من جوه يركزها، هي موجوده جاهزه على فكره جوه بتخزنها بس يروح مركبها في اللومينال بوردر. دخلت الميه بتلاقي الشانلز اللي هي في الجزر بوردر اللي هي اكو شانل اكو بورم شانلز تايب 3 و4 مفتوحين جاهزين، طب ما تتركبش جوه تعدي على طول. فهمنا؟ يبقى دوت اللي هي الاكشن دي عباره عن البي سيل وازاي بيشتغل عليها ال طيب. عايزين دلوقتي نعرف يبقى قلنا عشان يحصل ادوبشن كونسنتريشن محتاج ايه؟ الهرمون اللي هو اسمه ايه؟ ال دي اتش. وعرفنا دوره ايه؟ محتاج ان الاوزمولاريتي بتاعت المضاربة تبقى عالية. صح الكلام؟ محتاج ان الاوزمولاريتي بتاعت المضاربة تبقى ايه؟ انكريز. يبقى اذا عشان يحصل كونسنتريشن اوف يورين تو اليمنتس ار نيد. نمبر 1 انتي ليروزيك هرمون. نمبر 2 هايبر اوزمولاريتي اوف ذا بيدامريك انترستيشن. السؤال هنا ايه اللي هيعمل لي الهايبر اوزمولاريتي؟ وكيف يحافظ عليها؟ وازاي الاوزمولاريتي دي هتعمل ابزوربشن للميه؟ احنا قلنا يبقى اذا السؤال دلوقتي requirements for the reduction of concentrated urine. نمبر 1 انتي ديوريتيك هرمون مش موجود، يبقى الميه اللي وصلت للكولكتنج داكت سواء كانت كورتيكال او مدرجه هتنزل في الورم، يبقى بيحصل دايلوشن. عايز اعمل كونسنتريشن يبقى لازم يكون عندي الانتي ليرتيك هرمون. احد الاسباب بتاعت اللاك اوف كونسنتريشن هو لاك اوف انتي ليرتيك هرمون. لو بيدينا مرض اسمه دايابيتس انسيدس. واضح الكلام؟ السؤال دلوقتي ايه اللي بيعمل الهايبر اوزمولاريتي؟ الهايبر اوزمولاريتي از بروديوسد باي ديفرنت ميكانيزمز. انا لو خدت زي ما قلت لك من حالي دلوقتي السكشن في الكدني هلاقي الاوزمولاريتي بتاعت الكورتكس يونيفورم كونستانت فروم سوبرفيشال تو ذا ديب كورتكس. لكن المدلر او مدلر انترسيشن هلاقي الاوزمولاريتي بتاعتها جراديوال انكريزنج فروم سوبرفيشال تو ديب. خد بالك ادي عباره عن الكورتكس طبقه معينه فيها بروكسيمال تيوبز بتاعت كل الليفل وفيها لسه تيوب بتاعت كل الليفل. معايا؟ المدبر هنا موجود فيها اللوبس بعض اللوبس اللي هي كورتيكال بتخش حبه صغيره كده، لكن عندي هنا ال جاكستا مدبر الليفلز وذ فيري لونج لوب اوف هنا فيري ثين فيري لونج ثين السيمي جرام thin ascending limb and thick ascending limb. الفلويد اللي ماشي جوه الجروب اوف هنا يبقى ديسندنج هينزل هنا الفلويد ماشي هنا كده في الفلويد ماشي ديسندنج وفي الاسندنج limb هيبقى طالع من فوق ناحيه الكورتكس. صح الكلام؟ ده بنسميه كاونتر كارنت سيستم. كاونتر كارنت يعني الاثنين عكس بعض في الحركه. كاونتر يعني عكس. كارنت يعني كارنت للديسندنج واوبوزيت لمين؟ للاسندنج. فده بنسميه كاونتر كارنت ايه؟ سيستم. هو ده اللي هيعمل لي الاوزمولاريتي العاليه في الكورتكس. هو ده اللي هيخلق الاوزمولاريتي العاليه في الكورتكس.
فده خد بالك اقول لك كلمه احفظها كرييتس ذا هايبر اوزمولات ذيس سيستم از كول كاونتر كارت. عرفنا يعني ايه كاونتر كارت؟ يعني الفلو اللي نازل رانز بارلل تو ذا اوتر فلو. لكن هو زين يبقى العكس بقى كاونتر كارت هيزود لك اوزمولات فنسميه مالتي بلاير سيستم. مالتي بلاير بيزود لك اوزمولات من 300 هنا لغايه ما توصل الى كام؟ 1200 اوزمول جرادولي انكريزنج اوزمولات عماله تزيد. كل ما بنزل هنا يبقى انكريزنج فيرتيكالي بتزيد الاوزمولات لغايه ما توصل للماكسيمم عند الايه؟ التيبس اوف ذا بيلي اوف ذا رينا بيلي. وصلت الى الماكسيمم اللي هي 1200 هرتز. ده كرييتس ذا هايبر اوزمولات كرييتس ده كرييتس الكاونتر كارنت سيستم ده كرييتس الهايبر اوزمولات. واضح يا جماعه؟ كرييتس الايه؟ الهايبر اوزمولات. خد بالك الدم بيمشي جاي لي للمظله جاي من الايشنت ارسلو اللي هي البيريتيومر كابيلرز اللي هتحوط الرينا لايه؟ تيبيو. البلاد فيسلز اللي نازله موجوده كده خد بالك الاوزمولات بتاعت الدم اللي داخله كام؟ ها؟ 300 مش الاوزمولات دي ثابته؟ الدم ثابته؟ مش كده؟ طيب البلاد فيسل دوت اندوثيليال سيلز يعني تسمح للميه بالخروج وتسمح للاملاك بالدخول. الاوزمولات بره عاليه فكل الدم لما بينزل هنا الصوديوم كلورايد بيطلع الميه بتطلع يبقى الملح اللي طالع هنا من الجاكسندرا ليفر هيتشال منين؟ ها؟ البلافس اللي نازل لو ده خرج من الكليه خرج يعني هو ستريت ليسل بس انا بفترض ان هو مش برانش واحد بس لو سحب الملح ورمى ميه يبقى اذا انا خدت الملح من المظله وطلعت من الكليه وده ما بيحصلش ليه؟ لان البلاد فيسل هنا ريتيرن سباك السين سباك نفس الباسلز هي نفس الكاركتر هي فبيطلع تاني بحيث ان الملح اللي دخل من هنا الصوديوم كلورايد يطلع وانا طالع من البلاد فيسل ده الصوديوم كلورايد. طب طلع ليه؟ لان الملح دخل وانا نازل هنا يحصل ايكوليبريم يعني عند التيب هنا يوصل 2200 هنا مثلا 1000 هنا 800 طب وانا طالع الاوزمولات جوه اعلى بره اقل فالملح يطلع الملح يطلع والميه تدخل عكس ده فحصل عمليه اكستشينج برضه ده اسمه فازا ايه؟ البلاد فيسل ارينج ده اسمه ايه؟ فازا ريكتا. الفازا ريكتا ليها ديسندنج ليف واسندنج ليف الاثنين اندوثيليا معروف اندوثيليا يعني الاثنين بيرمكل الميه وبيرمكل الاملاح واحنا نازلين الملح يطلع اسف الملح بيدخل ليه؟ لان التركيز 300 جوه وبره عمال يتزايد فالمي فالملح بيطلع بيطلع يخش من الانترسيشن ويدخل جوه البلاد فيسل وانا طالع من البلاد ناحيه الكورتكس العكس بيحصل اكزاكتلي فالملح يرجع تاني لان الملح بيحصل له ايه؟ ريسيركوليشن يحصل ريسيركوليشن للملح بين الديسيندنج ليمب والاسيندنج ليمب اوف ذا بلاد فيسل الميه بيحصل لها ريسيركوليشن بين الديسيندنج ليمب والاسيندنج بس في اتجاهات مختلفه فده برضه اسمه كاونتر كارنت سيستم السكند سيستم اللي انا محتاجه هو كاونتر كارنت ايه؟ كاونتر كارنت سيستم خد بالك هل الكاونتر كارنت سيستم ده عمل اوزمولات يعني؟ ما عملش ده حافظ على الاوزمولات حافظ عليها يعني does not remove the salt ما شالش الملح بالعكس ده الملح دخل من دراعه وخرج من دراعه التاني يبقى ده عمل عمليه اكسشينج فده انا بسميه كاونتر كارنت اكسشينج سيستم
الستاند كارنت اكسشينج سيستم، مجرد عملية تبادل للملح بين السن الايه والسن الايه، بحيث ان الملح يبقى تراب فين؟ في الانترستيشن. الملح يبقى تراب، يتم تراب محطوط في الانترستيشن. از نوت ديسيبيتد، كلمة ديسيبيتد يعني مش هيتلاشى، مش هيروح يعني، تبقى. يبقى الكونتر كارنت ده كونتر كارنت سيستم برضه ليه؟ لان الفلو للبلاد السني والسني في اتجاه عكسي. السني للسني والسني في اتجاه عكسي. اوكي يا جماعه؟ فالملح تنو تراب ده فين؟ في قد ايه من الملح هنا بيحصل له ري ابزوربشن للكونتر كارنت سيستم ده؟ قد ايه؟ ادينا رقم. في الملح بيحصل له في اللون قد ايه؟ 25%. الملح بيطلع هنا 25%. طب والميه اللي طالعه من هنا؟ كام؟ 15%. يبقى الملح اكثر من ايه؟ الميه. يبقى الملح هيكون له ايه؟ تركيزه عالي، نتيجه ان ايكول ابسوربشن للملح والميه. الملح هو 25%، الميه 15% في السن جرام. ده طلع من الارض وده طلع من الارض. فين السن بيطلع ميه؟ السن بيساوي كام؟ فين او سن بيطلع ملح. الملح اكثر من الميه، فتركيز الاملاح على الميه بيزيد. وده هنا بظهر اكتر كونتر كارنت اكسشينج سيستم، فايدته ها مينتينز هايبر كارنت. ده فايدته كرييت، ده فايدته مينتين. كل واحده علينا كلمه مينتينز هايبر كارنت، ده مينتينز هايبر كارنت. تراتس ذا سوليوس، كل دي معاني حاجه واحده. تراتس السوليوس This system creates the hyperosmolarity. هو اللي بيعمل الهايبرosmolarity. تالت حاجة إن في المظلة تحت تأثير أنتي بيولوجيك هرمون، خد بالك تحت تأثير أنتي بيولوجيك هرمون in the collecting duct of the المظلة only and not of the cortex. The membrane is permeable to water. زي ما شفنا في نفس الوقت يوريا. في هنا يوريا ترانسبورترز. يوريا ترانسبورترز فين؟ في المدلري كولكتيف داكت، نوت ان ذا كورتيكال كولكتيف داكت. تخيل المنظر؟ الفلويد داخل على الكولكتيف داكت، في جزء منها كورتيكال، في جزء منها ايه؟ مدلري. الـ ADH بيتحد مع الريسبتورز بتاعته. لو دي سيل بتاعت الكورتكس يعدي ميه بس. لكن لو سيل دي سيل بتاعت المدلري كولكتيف داكت عدى ميه ويوريا. ان موجود فيه يوريا ترانسبورترز بتعدي اليوريا الى الانترستيشن. لو موجود عندي ريسبتورز ثانيه يوريا ترانسبورترز في المدلري، خد بالك في المدلري كولكتيف داكت. فهنا يعدي اليوريا وضاف الى الانترستيشن. يوريا ري ابزوربشن او ري ديبوزيشن. يبقى السبب الثالث للهايبرأوزمولاريتي هو اليوريا ري ابزوربشن. فين؟ فين؟ في المدلري كولكتيف داكت. طب مش معنى في الكورتيكال ما بيحصلش يوريا؟ ما بيحصلش يوريا ري ابزوربشن لان السيل انفيربل اليوريا سيمبلي. البي سيلز بتاعت الكورتيكال كولكتيف داكت انفيربل يوريا، لكن المدلري كولكتيف داكت فيرمابول تو يوريا بس بوجود مين؟ الـ ADH. إذا بيحصل ديبوزيشن هنا لليوريا، يبقى سبب كان بيعمل لي يوريا ديبوزيشن هنا. بسبب إن أندر ذا إفكت أوف أنتي ديروجيك هرمون ذا كولكتيف داكت إز فيرمابول تو يوريا. يجي بعد كده الفلويد اللي جاي لي من الكورتكس، الكورتكس كونكتد داكت. يخش هنا كده الانبوبه دي اللي هي كونكتد داكت. تلاقي اوزمولاريتي بره عاليه والفلويد كله جوه هايبو اوزموتيك 60. وجود الاي دي اتش هتتفتح الشانلز اللي هي الاكوا كورنت شانلز، هتتركب يطلع الميه. يطلع مين؟ الميه. يبقى اذا في وجود الـ ADH ركبت الـ channels الـ aquaporin channels 3 2 3 و 4 المية بيحصل لها reabsorption.
يبقى هنا كليه النبت استفادت من اوزمونات العدد. يبقى مين استفاد في النهايه؟ الكل الايه؟ الكولكتنج دكت. الكولكتنج دكت المجاله الكولكتنج از ذا action of the counter current system multiplier in the exchange system at the other position ان يزود لي الاوزمولاتي. يزود لي ايه؟ الاوزمولاتي. واضح يا جماعه؟ يزود الاوزمولاتي بحيث ان وجود ال ان اتش مجرد بس يركب الشانت الميه تطلع لغايه ما يحصل ايكوليجرام من جوه الدكت وبين الانترستيشن. يبقى اذا حصل وات سكولد معلش مش هسمح بقسمها عشان الموضوع لازم يتسلسل بطريقه، كل حاجه هتفكري فيها هتلاقي الاجابه سونا. يبقى الـ ADH دوت ركب الـ channels فالاوزمولاتي بره عاليه، الميه تتسحب بالاوزموزس. يبقى اذا عشان يحصل كونسنتريشن الورق هيحتاج ايه؟ حاجتين. نمبر 1 ADH، نمبر 2 هايبر اوزمولاريتي اوف ذا تحت الهايبر اوزمولاريتي يعملها نمبر 1 كاونتر كارنت مالتيبلاير سيستم ده كميتس الهايبر اوزمولاريتي هو اللي هيعملها. الكاونتر كارنت اكستشينج سيستم ده اللي هيحافظ على الاوزمولاريتي مينتين فور كيبس ذا هايبر اوزمولاريتي. واضح يا جماعه؟ نمرة ثلاثة اليوريا ديبوزيشن 40% من اليوريا اللي بيحصل لها فلتريشن او 40% من الهايبر اوزمولاريتي اللي موجوده عندي هنا سببها اليوريا ديبوزيشن 40% من الاوزمولاريتي العالية سببها اليوريا ديبوزيشن. اليوريا ديبوزيشن اليوريا بتتكون هنا ها؟ مش بتتكون هتعمل ستونز لا ده اليوريا ملح. اليوريا يتم موجود فين؟ في الانترستيشن عامل لي جزء من الاوزمولاريتي اللي موجودة العالية. يبقى انا عندي دلوقتي عشان يحصل كونسنتريشن محتاج ايه؟ انتي دايوريتيك هرمون. نمبر 2 محتاج هايبر اوزمولاريتي اوف ذا ميلاري انترستيشن. الهايبر اوزمولاريتي بيسببها كاونتر كارنت مالتيبلاير سيستم مالتيبلاير بيزود الاوزمولاريتي فروم سوبرفيشال تو بانين وده هنخليه محاضره المره الجايه ازاي بيعمل الاوزمولاريتي العاليه. نمبر 3 تاني حاجه بتعمل الهايبر او بتحافظ على الاوزمولاريتي ان الفازر از اكونت كارنت اكسشينج سيستم. نمبر 3 نمبر 4 ان البلاد سبلاي للمظله از بور. قد ايه ان الدم يخش المظله؟ ها؟ قد ايه ان الدم اللي داخل تيجي تروح للمظله؟ 100% فده ما بيشفش الدم فده بيسبب هايبر اوزمولاريتي. نكست ليكشر ان شاء الله بنتكلم بالتفصيل ازاي كل واحد منهم هيتكلم.